Okay, so what is the next surah? تغابن. Surah At-Taghabun. Okay, how many ayat has? Okay, I know this one has 18. 18? Okay, that's good. That's good. Fine. Okay, let's start. And you are going to read without looking. Yeah. Okay, that's great. MashaAllah. Let's start. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله ما تعملون خبير. خلق السماوات والأرض في ستة أيام. نعم خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. لم يأتكم نبأ الذين من قبلكم فذاقوا وبال أمرهم فلهم عذاب أليم. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ربي لتبعثن ثم تنبئن بما عملتم وذلك على الله يسير. آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا.